اولا كتجمع الوطني الاحرار اش غنقدموا للشباب؟ وغنقدموا لهم النخبه ديال الناس اللي في المستوى ديال التسيير. وفعلا تجمع الوطني الاحرار حزب ديال الخليط ديال رجال الاعمال، ديال رجال القانون، ديال الاطباء، ديال جميع القطاعات بصفه عامه، يعني جميع الفئه. وحنا هذه الفئه من هذا الحزب اللي في هذا الخليط كيعطي نتيجه دائما. ان ملي كيكون الخليط صافي دير كاين نتيجه. الحزب ديالنا الحمد لله، اولا حنا كان انا شخصيا، انا دابا 35 عام وانا في السياسه، كنمارس في الميدان السياسي اول مره كنرتاح. يعني حتى قلت مع راسي، بديت كنشك وكنمل، كنرتاح للسي عزيز خنوش كرئيس حزب، كرجل اعمال كبير، كرجل الصراحه والمعقول، اغرس اغرس. وهذه كتكون اولا سبب النجاح، ملي كتكون انسان معقول وباغي ورش عنده افكار ما يعطي. حيت ما يمكنش تكون رئيس ديال شي حزب وانت ما عندك افكار. انت ما كنحقر حتى واحد انا، ولكن باش تكون رئيس مستوى خصك تكون عندك ما تعطي للشعب المغربي. الشعب المغربي اش بغى؟ بغى التشغيل. الشباب اللي قلتي باش بغى؟ بغى يقرا، بغى يخدم، سورتو يخدم. حنا كحزب مستعدين نخدموا الشباب ديالنا، ونخدموا الاقتصاد ديال بلادنا، ونخدموا المستقبل ديال الوطن، ونخدموا الصحه ديال المواطن، ونخدموا التعليم ديال المواطن. كما السيد الرئيس ديالنا انت علن على كل شيء، يعني الخريطه ديال العمل علن عليها، والرئيس ديالنا راجل معقول، الا قال شي كلمه كينفذها. اليوم حنايا في دايت رومي في الخلوة السياسية اللي قائم بها المكتب المحلي والتنسيقية المحلية ديال حزب التجمع الوطني للأحرار لمدينة تمارة. أنا كرئيسة اتحادية أنوه بهذا العمل للشباب ديالنا والشابات اللي في هذا المكتب اللي كيمثلوا النساء، اللي كيمثلوا 30%. هذا يعني واحد الانجاز جد مهم اللي فكرت فيه التنسيقيه المحليه ديال تمارا، واللي الان كيدارسوا خطه عمل اللي غيمشيو بها للانتخابات في هذا الشهرين المقبلين اللي بقات الاستحقاقات. نحن اليوم في داخل الحزب الجامع في خلوه سياسيه لتحضير الانتخابات التي تمر في ظروف سياسيه استثنائيه. العنوان ديال الديناميه التي يبشرها الحزب، التي انطلقت عبر جولات عرض برنامج استثنائي تحت اشراف السيد رئيس الحزب الاستاذ عزيز اخنوش، اللي بان من خلال البرنامج السابق في المغرب اللي قطع مع لغه الشعارات الى لغه الارقام. وحنا داخل تنسيقيه تمارا بمعيه الاخوان اعضاء التنسيقيه سنحاول تنزيل هذا البرنامج الطموح حتى نكون عند حسن ظن ساكنه تمارا. كيف ما تتعرفوا الشباب والمرأة عندهم واحد عزوف سياسي، علاش لحقاش تيشوفوا ما تيشوفوش راسهم في الأحزاب السياسية؟ تلقاو راسهم يعني ما تلقاوش الذات ديالهم. إذا حنا في التنسيقية ديالنا تنحاولوا أننا نجمعوا ما بين ما هو شبابي، ما بين ما هو نسائي، وأنا من هذا المنبر تنبغي نوجه الدعوة للشباب والنساء بصفة امرأة وشابة، تندعيهم للمشاركة السياسية. وهذه المشاركة السياسية تتبدا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن بعد بيان سور باش إلا تسجلوا في اللوائح الانتخابية غادي يقدروا يعطيو صوتهم لهذاك الحزب ولهذاك الشخص اللي هو غيقدر يمثلهم أحسن تمثيل، واللي يبان لهم أنه كفء ويقدر يكسب الثقة ديالهم. علاش حنا تنقولوا هكا؟ لحقاش التغيير كل مواطنين باغيين التغيير، يعني هي من بعض الوجوه اللي هي مالوفه واللي كلشي تيشوفها، ومن تتجي الارض الواقع تتلقى ما كاينش واحد العمل اللي هو حنا يعني تنتظروه. اذا هذا التغيير منين يجي؟ ما غاديش يجي وغادي ينزل علينا من الفوق، ما غاديش يجي هكاك بعصا سحريه. التغيير تيجي منا حنا، مني انا، منك انت، منك انت، منا جميعا غادي نغيروا هذا البلد، وغادي نغيروا هذا الوطن بزاف الحوايج. كل واحد كيفاش تتبان له الرؤيه ديالو، ولكن الا جمعنا وخدمنا يد في يد واحده ان شاء الله غادي يكون تغيير، وغادي نكسبوا رهان، وغادي يكونوا ان شاء الله مشاريع مستقبليه ظاهره. فكان من دورنا كنشكروا الاخوان الجميع اللي معنا في التنسيقيه المحليه. فهذا بالنسبه لي كأنا
دخلت الحزب التجمع الوطني الأحرار عن قناعة، لأنه حزب عجبني وعنده مشروع، وهذا هو المشروع اللي كنا كنقلبوا عليه حنا كحرفيين باش نكونوا حنا ناضلوا على الملفات ديالنا، باش نكون عندنا مكانة ديالنا، والحرفي خصو يكون عنده مكانته في الجماعة، في الغرف، في الوزارة، في البرنامج. حال الوقت، حال الوقت باش الانسان حنا كنكونوا متساوين، ما يكونش هاد الحرفي محقور، لانه عندنا حرفيين تبارك الله قارين، عندنا مهنيين اللي هما عندهم دكتوراه، فهذا شرف لينا اليوم حنا، وجايين ان شاء الله باش نكونوا عند الحصن الضم ديال التسقيه المحليه تماره، ونكونوا ان شاء الله في من جانب التكوين والتقطير ايضا وهيكله هذا القطاع. اليوم في إطار معتكف سياسي لمسايرة برنامج حزب التجمع الوطني الأحرار لإعطاء الانطلاقة الفعلية لعمل التنسيقية المحلية لمدينة تمارا، ونتمنى نكونوا عند حسن ظن الجميع وجميع الساكنة، ونقدموا لما هو أفضل في هذه المدينة. وأنا كنمثل جميع الشباب ديال مدينة تمارا اللي إن شاء الله غنزيدوا بهذه المدينة القدام، وحنا اللي غنغيروا هذه المدينه من مدينه اللي هي مجرد مدينه للمبيت اللي كيستعملوها الناس الى مدينه الانوار ان شاء الله، وغتكون مدينه مختلفه لانها كيقودوها ناس مزيانين، ناس سياسيين ناجحين، وشباب ونساء ورجال قادرين على انهم يزيدوا بهذه المدينه ان شاء الله القدام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.